they wanted to show انهم يعملوا شيء. ف this was a nice way to do it. J'ai eu le temps de réfléchir sur la condition humaine. Lack of trust موجود بالطاقة الحكمة عم يأثر علينا بمحاربة البانديميك. يعني الماسكات اللي هلا عم نعملهم وقتها بدنا نوزعهم لناس ماسكات في منتشرين. في اوقات بدنا نتشارع مع ناس انه بلا في فيروس مش بس الوزير عم يكذب عليك تقعدك بالبيت لانه الليفل اوف ديستراست هالقد عالي فوضعنا يمكن بكل العالم وير ون اوف ذا ورست هاندلينج هالبانديميك لانه وي ور اكستريملي نوت بريبيرد وما في حدا من كلهم involved بالمسؤولية up to it. يمكن مش out of evil, they just can't مش شغلتهم incompetent. بس how do you explain خي في عالم عم تقول لي معين خي الأمريكان اللي كانوا هون بلبنان اللي بعدهم هون قالوا ما بدهم يرجعوا على أمريكا لأنه بيعرفوا إنه لبنان is more secure. طب أنت عم تقول لي إنه ما عم بتصرفوا مع البانديميك in the بس right ما خلينا نفكر ليه secure أكتر يعني ليه؟ اليوم وين أكتر شيء يعني unfortunately هذا الشيء we've been putting a lot of thought into إنه ليه البانديميك ما انتشر أكتر بلبنان إذا we get past إنه في enough testing وكذا وهذا وين نحن إمتى بنختلط مع ناس بلبنان لأنه عندك communities مسكرة على بعضها إمتى أنت so sectarianism did us a favor no public transport was the first favor number two was closing the schools pretty early compared to الناس this is the one thing I think هالحكومة did great in لأنه كل الناس ضحكوا عليهم إنه عملتوا هيك I think it was a great decision number one and number two لاحظ وقت تنتشر بضيعة كل الضيعة بصير عنده تقريبا وصرنا شفنا هالclusters بس الضيعة الحدة doesn't so unfortunately all the things يلي عاطلة منفكر نحن عادة بلبنان او معنا public transport انه كل واحد بيطلع بسيارته لحاله وبيصرف بنزين وبيعمل عجقة بلا 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 وانه المستراست الموجودة بالcommunities unfortunately probably helped انه ما ينتشر هالقد الفيروس بس it's not لأنه هن عملوا شيء لأن everything we how we see it عم يعملوه is counterproductive لا يمنع spread يعني أنا وقت أقلل لك الوقت اللي فيك تعمل فيه قصص everyone will rush to do it so nothing they did concrete wise ساعد unfortunately and it's وقت نقيم الزيت طبعا نفكر إنه ليش ما انتشر الناس كانوا واعيين at some point أكيد والتزموا الناس for a long time بس اليوم مشكلة إنه because of the misinformation or mistrust Another lockdown, بلا ما نشوف something happening is very hard to pass هلا لأنه أول lockdown كان لازم يحضروا بس ما شفنا التحضير ما شفنا مراكز حجر ما شفنا contact tracing ما شفنا testing exponentially أكتر أكيد أحسن Okay, so basically هلا كنا عم نقول about يعني to show the incompetence of the government نحنا ما كان في يعني الكوفيد 19 ما انتشرت هلا قد because of sectarianism and because of lack of public transportation this is an assumption you can make لأن when you look at the ground شو نعمل none of it actually helped in that حتى a lot of it was counterproductive I think one of them is the repatriation flights لأن فات الواسطة بدأ unfortunately كل الغايدلاينز ضربوا بعد العرض الحائط مثل شو بدهم سو بيسكلي كانوا بيستقبلوا عالم على حتى لو الكل عامل بي سي ار تيست الا ما يفوت 10 15 واسطه ويجوا لهون وهذا ما بده يعمل تيست على الوصله واتسترا وذا لاست ليفل وين يقعدون 24 اورز بلكجري هوتيل مدفوع بعدين بيجوا بيعطوهم على البيت 24 اورز فيك تشرح لي شو العازل او الغيوه which is what shows الغيوه اي ثينك لانه تتشو انهم يعملوا شيء ف this was a nice way to do it وهيك الكاميرات تبع التي في بيلحقون وجوا بالباص ونزلوا هيك بس most people assumed انه البوزيتيف بضل بس ما حدا ضل كانوا بيمضوا ورقه بيروحوا على البيت even though كذبوا الاحزاب قالوا عاملين مراكز حجر للناس تطلع بوزيتيف even though blah 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 so because of this misinformation and lack of trust that only became worse بهالبانديميك ما يعني ما عملوا شيء يكسب ثقة الناس It's gonna be much harder to lock it down. We are at they focused أكتر على الانفراستركتشر بهالشهرين to fight this pandemic اللي رح يطول لأنه رح يطول. It's not gonna disappear هلا. Instead of يطلعوا يهددوا الناس كل شوي بلوك داون وقت الناس عم تجرب قد ما فيها بس تطلع يعني لقمة عيش تضاين. تيطلع واحد يقول لك ممنوع تروح السوبر ماركت لأنه أنا جبت 198 كيس من برا positive وما انتبهت إنه ما يظهروا من البيت.